مشاهدي شاشة قناة الشروق في كل مكان، مساء الجمال والسعادة وبداية أسبوع موفق من خلال هذه الإطلالة الجديدة بالتأكيد عبر هذه الظلال، ونحن نتكئ سويا تحت هذه الظلال ونقدم جديد الفقرات من خلال تيم اليوم والفقرات المختلفة من خلال هذه الحلقة العامرة بالفقرات، وأيضا يعني التفاصيل المختلفة ممكن نقدم بها كل شريحة في مجتمعنا السوداني. حنبدأ بأولى فقراتنا مشاهدينا الكرام، وحتكون هي يعني مشاكل الصيادلة في المجتمع السوداني، ومعروف أنه صيادلة دورهم مهم وكبير جدا. وفقرتنا الثانية حتكون مع الكابتن المصرفي يعني لاعب نادي المريخ السابق فيصل الحنان، ويمكن مشاهدينا فقرة أخيرة تجربة فنية للفنانة يعني حتكون موجودة معنا من خلال اليوم مالك المكاشفي الطيب، وهو فنان عفوا ما فنانة، هنتواصل. وتحيات الفريق العامل، ونجمع بين الكلمة واللحن كالعادة ونبدأ الظلال. كلهم حبيبي الفاك
دمعه لا يخليك تبكي تبكي ولا يخليك تبكي ادعيش من الاهار الخلاك لينسى غيط ولا زولا وخلاك لينسى